مرحبا متابعينا الأكارم في دنيا الأزل. مدن ومباني، كنائس ومساجد، هياكل ومعالم دونت في سجلات التاريخ، حضارات تاريخية تحكي قصص إنجازات بشرية، عجائب الدنيا السبع، سر وراء كل منجز خالد يثير إعجاب البشرية جيلا بعد جيل. فأي أسرار تركها الأثر الخالد في عجائب الدنيا السبع؟ العجائب قديمة قدم الزمان، 5 قرون قبل الميلاد نتابع تاريخ ولادتها، أثر لا ينسى في حلقات 3 تختصر الماضي والحاضر. عجائب الدنيا السبع في عمق التاريخ في عالمنا المعاصر وعلى أرض جزائرية. سر عجائب الدنيا السبع، عجائب تركت أسرارها في ذاكرة بشرية، إعجاز إنساني تحدى القانون التقليدي في زمن مبكر. حدائق بابل المعلقة، أسطورة تحاكي طبيعة غابات جبلية ارتفعت قمامها على ضفاف سهل فرات، بناها ملك نبوخذ نصر الثاني عام 600 قبل الميلاد إرضاء لزوجته القادمة من جبال طوروس بتركيا. حدائق تتربع على مساحة 14400 متر مربع، تقع بالقرب من مدينة الحلة، وهي أول تجربة للزراعة العمودية في التاريخ. تمثال زيوس في أولمبيا، تمثال عملاق مزين بالذهب والعاج يجلس على ارتفاع 40 قدما، بناه النحات اليوناني فيدياس عام 435 قبل الميلاد، وبقي مكانه لمدة 8 قرون حتى أغلق الكهنة المسيحيون المعبد في القرن الرابع ميلادي. تقول الروايات التاريخية إنه تم تفكيكه ونقله إلى القسطنطينية، حيث تم تدميره في النهاية بسبب الحروب في القرنين 5 و6 الميلاديين. ضريح هاريكا سيرناسو في تركيا أو بوديوم اليوم، قبر للملك اليوناني موسولوس، بناه لنفسه في عام 353 قبل الميلاد وهو على قيد الحياة، قبل أن تشيد ضريحه زوجته أرتميس الثانية بعد وفاته. وبسبب ضخامة الضريح المبني من الرخام ونقوشه وزخارفه باهظة التكاليف، تم اعتباره واحدا من عجائب الدنيا السبع. لكن وبسبب الكوارث الطبيعية المتتالية، ضرب زلزال الضريح عام 1494 ليدمره بالكامل. معبد أرتميس في إيفيسوس، معبد ديني يقع غرب تركيا بطول 115 متر وعرض 55 مترا، أعيد بناؤه مرتين ولم يبقى إلا القليل من حطامه اليوم. قال عنه فيلو البيزنطي: لقد رأيت عجائب الدنيا، ولكن عندما رأيت هيكل أرتميس يرتفع إلى الغيوم وضعت كل هذه العجائب الأخرى في الظل. منارة الإسكندرية في مصر، واحدة من أطول الهياكل التي صنعها الإنسان على وجه الأرض، بنيت في القرن 3 قبل الميلاد من تصميم المعماري اليوناني سوتراتوس، واستخدمت أثناء الغزوات على مصر للمساعدة في توجيه السفن داخل وخارج ميناء نهر النيل. وفي وقت لاحق توصل العلماء إلى أن المنارة عبارة عن هيكل ثلاثي المستويات، يتضمن مستوى مربعا في القاعدة وآخر مثمنا في الوسط، وقمة أسطوانية يقف عليها التمثال بارتفاع 16 قدما قبل أن تأتي 3 زلازل لتدميرها. عثر علماء الآثار سنة 1994 على بقاياها في قاع ميناء الإسكندرية. الهرم الأكبر، يقع هذا الهرم في الجيزة ذو ارتفاع 146.5 متر، تم بناؤه ما بين 2650 و2500 قبل الميلاد من قبل المصريين القدامى، شيد كمقبرة لفرعون الأسرة الرابعة خوفو. اعتبر أكبر بناء من صنع الإنسان والهيكل الوحيد الباقي على قيد الحياة من عجائب الدنيا السبع القديمة. تمثال رودوس، تمثال عملاق مصنوع من البرونز، يقع عند مدخل جزيرة رودوس اليونانية، صنع في الفترة ما بين 292-280 قبل الميلاد. ظل التمثال منتصبا في مكانه مدة 200 سنة قبل أن يسقط بفعل زلزال ضخم ضرب المنطقة، إلا أنه بقي مطروحا هنا حتى عام 654 ميلادي قبل أن يتم الاستيلاء عليه ونقله إلى سوريا. نزعة الخلود رافقت الإنسان منذ البدء باحثاً في امتداد الأرض برحلة لم تنقطع، سر بقائه خالداً فلم يجد سوى إنجاز الأثر المخلد لوجوده، فكانت عجائب الدنيا السبع صروحاً أثارت العجب، أضحت اليوم أساطير تبهر العقل البشري المعاصر. إلى هنا متابعينا الأكارم، أصل أنا وياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أن يتجدد لقاؤنا في مواعيد لاحقة. إلى اللقاء.